بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. هذه أبرز عناوين اليوم. استشهاد عنصر من الجيش اللبناني جراء عمليات القنص بين جبل محسن والتبانة، وتوتر شديد في المنطقة. بعد إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، هيئة التنسيق النقابية توصي بتعليق الإضراب المفتوح، وتعقد جمعيات عمومية لمناقشة الخطوات المقبلة. مجلس الوزراء يبحث عصر اليوم في هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. لقاء بين الرئيس سليمان والبطريرك الراعي قبيل اجتماع القادة الموارنة في بكركي. حزب الله رداً على أوباما شريك كامل في جرائم إسرائيل، ويتحدث كموظف لديها لا كرئيس دولة مستقلة. الأسد يتوعد قتلة العلامة البوطي بالقضاء على ظلميتهم وتكفيرهم حتى تطهير البلاد منهم. إذا كانت الحكومة سجلت مساء أمس نوعا من الانفراج الاقتصادي الاجتماعي بإحالتها تحت ضغط الشارع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب لإقرارها، فإن جلستها بعد ظهر اليوم مهددة بالانفجار بسبب ملفي هيئة الإشراف على الانتخابات والتمديد للقادة الأمنيين اللذين أجلا من جلسة أمس إلى اليوم. إضافة إلى هذين الملفين، يبقى ملف الأمن مفتوحا على مصراعيه ومهددا المواطنين في حياتهم اليومية، فمن الحدود المتوترة دائما بفعل المعارك السورية إلى طرابلس التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ ليل أمس وحتى الساعة على مختلف محاور القتال، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الجيش اللبناني جراء عمليات القنص بين جبل محسن والتبانة. وسط هذه الأجواء الملبدة، عاد قانون الانتخاب مجددا إلى الواجهة من خلال الدعوة التي وجهها البطريرك الراعي إلى قادة الموارنة للاجتماع اليوم في بكركي لإطلاعهم على أجواء اللقاءين اللذين عقدهما في روما مع بري وميقاتي. إقليميا، وفيما تتواصل العمليات العسكرية في مختلف المناطق السورية مودية بالمزيد من الضحايا، توعد الرئيس السوري بشار الأسد قتلة العلامة البوطي الذي قتل في تفجير مسجد بشمال دمشق أمس بالقضاء على ظلميتهم وتكفيرهم حتى تطهير البلاد منهم. في الأثناء، رد حزب الله على تصريحات الرئيس الأمريكي في إسرائيل التي دعا فيها العالم إلى اعتبار الحزب منظمة إرهابية، معتبرا أن أوباما شريك كامل في جرائم إسرائيل ويتحدث كموظف لديها لا كرئيس دولة مستقلة. البداية من آخر التطورات الأمنية في طرابلس، وتنضم إلينا من هناك الزميلة هنادي رحمي. هنادي، يعطيك العافية، ماذا في آخر التطورات الأمنية وماذا عن اللقاء الذي عقد في منزل النائب محمد كبارة؟ نعم شانتال، إذن بعد ليل ساخن عاشته طرابلس في مناطق الاشتباكات التقليدية بين باب التباني وجبل محسن وشارع سوريا بينهما، كان هناك يعني صباحا في الصباح الباكر نوع من الهدوء الحذر، تخرق أصوات بعض القناصات، ولكن في هذه الأثناء ومنذ بعض الوقت كنا بدأنا نلاحظ تجدد الاشتباكات، ذلك أننا عدنا نسبع وبوتيرة متسارعة أصوات القناصات. نحن نقف حاليا عند مستديرة أبو علي، هي تقريبا يعني أكثر أمنا من مستديرة الملولي ومن جسر الملولي الذي يقع خلفها مباشرة إذا أردنا أن نتحدث من الناحية الجغرافية. إذن اليوم أعادت الاشتباكات وتجددت عمليات القصف، ونحن إذن هنا نتمكن من سماعها لتكون المحصلة إلى حد الساعة 6 قتلى و25 جريح على الأقل، من بينهم 3 جرحى من الجيش اللبناني، كما استشهد عنصر من الجيش اللبناني هو وسام دياب. أود أن أشير شانتال إلى أنه منذ يعني ليل أمس كان هناك انتشار واسع ومكثف للجيش اللبناني الذي استقدم مزيدا من التعزيزات العسكرية. الجيش منتشر بشكل كثيف خصوصا في مشروع الحريري، وهو مشروع سكني قريب من باب التباني، كما أن الجيش ينتشر في شارع سوريا،
في ساحة القبة، في مستديرة الملولة، في ساحة النور، وأيضا في يعني عند الطرقات العامة والطرقات الرئيسة في طرابلس، ولا سيما الأوتوستراد الذي يربط طرابلس بعكار. كنا شهدنا مللات للجيش، كنا أيضا يعني رأينا حواجز سيارة للجيش اللبناني الذي أيضا كان قد بشر منذ ليل أمس عملية مداهمات في كان في منطقة باب التباني أو حتى في منطقة جبل محسن، وكان هناك عدد من التوقيفات. وتشير مصادر أمنية للأم تي في بأن يعني عدد من الاشتباكات التي تحصل اليوم هي نوع من ردة الفعل على تلك التوقيفات بحسب ما أفادت به مصادر أمنية للأم تي في. يبقى شانتال أن أشير إلى أنه هناك سلسلة اجتماعات اليوم في طرابلس. الاجتماع الأبرز هو في دارة النائب محمد كبارة، هو اجتماع لنواب طرابلس، وأيضا اللقاء الإسلامي لم ينتهي هذا الاجتماع بعد. أيضا بالتوازي اجتماع في دار دائرة أوقاف طرابلس بين العلماء والقوى الإسلامية ووجهاء التباني والقبة. كما أنه عند الخامسة من بعد ظهر هذا اليوم دعا المجلس المدني في مدينة طرابلس، دعا هيئات المجتمع المدني وفاعليات المدينة لعقد لقاء موسع في نقابة المحامين في طرابلس من أجل الاحتجاج على ما يحصل. شانتال، الزميلة هنادي رحمي حدثتنا من طرابلس، شكرا لك على هذه الرسالة. واصلت قوى الجيش تنفيذ إجراءاتها الأمنية داخل الأحياء المتوترة في مدينة طرابلس، بما في ذلك تنفيذ عمليات دهم واسعة لأماكن وجود المسلحين، حيث أوقفت عددا منهم وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر. وأفادت قيادة الجيش مديرية توجيه بأن قوى الجيش تعرضت أثناء تنفيذ مهماتها لإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، مؤكدة أن الوحدات مستمرة في تعزيز إجراءاتها وملاحقة المسلحين والرد على مصادر النيران بالشكل المناسب. إلى ذلك، باشرت الشرطة العسكرية تحقيقاتها الأولية في أحداث طرابلس في اليومين الأخيرين، بعدما طلب إليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فتح التحقيق على أن يتم تحت إشرافه، وذلك بسبب وجود عسكريين بين الجرحى. في عين التين، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتطورات ونتائج جلسة مجلس الوزراء الماراثونية الخميس وإحالة سلسلة الرتب والرواتب، ولم يشأ ميقاتي الإدلاء بأي تصريح عقب الاجتماع. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي استمرت على مدى أكثر من 7 ساعات سلسلة الرتب والرواتب وأحالها على مجلس النواب، إلا أن اللافت أن السلسلة أحيلت بمشروع قانون عادي وليس بصفة المعجل كما طالبت هيئة تنسيق نقابية، وبلغت أرقامها السنوية نحو 1300 مليار ليرة، كما أقر المجلس 19 مصدرا لتمويلها. بعد إقرار الإصلاحات والإيرادات التي ذكرت، جرى نقاش السلسلة حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات وفي اتحادات البلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأعطاء زيادة غلاء المعيشة وفقا لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض يعادل 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة. وتم استثناء رواتب الرؤساء الوزراء والنواب من الزيادات المقررة. اعترض على التخفيض الذي لحق بالسلسلة الوزراء قولة فتوش، حسين الحاج حسن، علي قانصو، محمد فنيش، علي حسن خليل، وعدنان منصور. أيضا اعترض الوزير بانوس منوجيان على عدم زيادة رواتب الرؤساء والنواب والوزراء. اعترض وزير المال محمد الصفدي على كلفة السلسلة، على حجمها، وعلى عدم إنصاف موظفي الإدارة العامة. وتعليقا على إحالة السلسلة، ينضم إلينا رئيس غرف بيروت للتجارة والزراعة والصناعة محمد شقير. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. يعني من جهة معينة هناك تهنئة لهيئة التنسيق النقابية، هل هناك
تعزية لكم اليوم 1300 مليار و19 مصدر للتمويل، شو بتقول استاذ محمد؟ استاذ كريم، هي التعزية للجميع والتعزية للاقتصاد الوطني وما تبقى لنا من اقتصاد وطني. بالعكس انا بدي بارك لاعداء الاقتصاد، بدي بارك لاي شخص اليوم اشتغل لضرب الاقتصاد الوطني، بقول له مبروك انت نجحت، ضربت الاقتصاد والضرب القاضي هي بموضوع السلسله، وقرت السلسله بدون معرفه كلفتها، وقرت السلسله بدون معرفه كيف بدهم يمولوها، ولكن اليوم المقصود ضرب الاقتصاد، وانا بقول لك نجحوا مبروك لهم. التاريخ ما راح يرحم كل واحد كان حكومي صوت على هذا القرار. استاذ محمد، بتصريح لك اليوم قلت الله يساعد حاكم مصر في لبنان رياض سلامه على هذه المواجهه. ما بدي فوت بالتفاصيل اكثر من هيك، اتمنى اكون غلطان، ولكن انا عم بدعي لسعاده الحاكم، الله يوقف يكون معه، بدنا ندعي له والله يسترنا من العذاب. طيب استاذ الشاعر، قلت ما بدك تخوض يمكن تفوت بالتفاصيل، بس اعتبرت انه هيدي تعزيه للاقتصاد الوطني، طيب الى اين تتجه الامور اليوم؟ يا ستة اليوم نحن الوضع الاقتصادي كنا بنعرفه بخطر، ورئيس الحكومة قالنا 2500 مرة ما حيحيل السلسلة لأنه عارف خطورتها، وسمع هذا الكلام من حاكم مصرف لبنان ومن كل الدراسات اللي تقدم له، لكنها أحيلت دكتور شقير، يعني أحيلت بالسياسة، أحيلت تحت ضغوطات كنا بنعرف هالشيء، أوكي، ولكن الكل سيدفع الثمن غالي، كل لبنان أولهم للموظفين إلى رأس الهرم. أي ضغوطات أستاذ محمد؟ يعني يوم الأمور بشفافية عم تنطرح عبر الإعلام، هل فيك تقلنا أي ضغوطات يعني تعرضوا لها الوزراء اللي صوتوا يعني قصدك؟ في ضغوطات بالسياسة، أوكي، واللي نزلوا على الشارع بنعرف اليوم الشارع منه فلتان، اللي نزلوا على الشارع بيقدر يطلعوا من الشارع، ولكن اليوم في فريق سياسي بده هالسلسلة وإجا أخذها ومبروك عليه. طيب والمسؤولية بالنهاية، قلت أنهم سيحاسبوا أمام التاريخ، ولكن يعني إذا في نوع من إخفاء، نوع من أخطاء معينة، نوع من خلل معين بالتمويل، رح بيكون يعني بالنهاية الأمور رح بتبين، يعني مين رح يحاسب ومين رح يحاسب مين أمام هذا الوضع أستاذ محمد؟ أنا بدي أقول لك شغلين، نحن حذرنا ونحن حكينا ونحن برمنا عن كل رؤساء الكتل النيابية، واخر زياره كان لنا عند الجنرال عون، وكله زايد علينا بخطوره هذا الموضوع، بخطوره هذا الموضوع، انه هيدا ما بس فيها مشكله، فيها انهيار مالي واقتصادي، ولكن للاسف كلياتهم مشوا فيها. رئيس غرف بيروت للتجاره والزراعه والصناعه الاستاذ محمد الشقير، شكرا جزيلا لك. في بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أجواء المحادثات التي أجراها الراعي مع المسؤولين في الفاتيكان، وكذلك مع المسؤولين اللبنانيين الذين حضروا حفل التنصيب، واستبقى الرئيس سليمان البطريرك الراعي إلى مائدته. إلى ذلك اتصل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالبطريرك الراعي والرئيس سعد الحريري، وبحث معهما مطولا في قانون الانتخاب. رد حزب الله على كلام الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إسرائيل، والذي دعا فيه العالم إلى اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، فرأى أن أوباما شريك كامل في جرائم العدو ويتحدث كموظف في الكيان الصهيوني لا كرئيس دولة مستقلة. وجاء في بيان صادر عن مكتب العلاقات الإعلامية في الحزب ما كان لخطاب الاسترضاء الأوبامي لكيان العدو أن يستقيم إلا بالهجوم على المقاومة من خلال دعوة العالم إلى اعتبار أحد أبرز مكوناتها منظمة إرهابية، وإذ أكد حزب الله أنه لم يتفاجأ أبدا بخطاب أوباما، عبر عن إدانته الشديدة لهذه المواقف الأمريكية المتبنية للمشاريع الصهيونية، ما يضع واشنطن في موقع الشريك الكامل للعدو في كل جرائمه. اضطر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الذهاب إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية بالسيارة بدلا من المروحية بسبب عاصفة ترابية قوية ضربت القدس، وزار أوباما كنيسة المهد، وكان قد توجه إلى نصب المحرقة اليهودية في القدس قبل زيارة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم الفلسطينية.
وغدات دعوة مباشرة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى التقدم باتجاه السلام، سيبحث أوباما في الأزمة السورية خلال توقف قصير في الأردن. هذا وأعلنت الشرطة المصرية أن بدو مسلحين خطفوا سائحين هما إسرائيلي وبلجيكية في صحراء سيناء. وأوضحت الشرطة أن المهاجمين الذين أتوا على متن شاحنة صغيرة اعترضوا سيارة السائحين اللذين كانا يتنقلان من منتجع سياحي إلى آخر، وأرغموهما تحت تهديد السلاح على الصعود إلى متن شاحنتهم. في سوريا تظاهرات في جمعة أسلحتكم الكيميائية لن توقف مد الحرية على وقع قصف أحياء ريف دمشق وحلب. المعركة الكيميائية دخلت خط النزاع في سوريا، وعلى وقع استعداد الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة دعا ناشطون في سوريا إلى تظاهرات بشعار أسلحتكم الكيميائية لن توقف مد الحرية. الله أكبر! تلبيسي! الله أكبر! الله أكبر! تلبيسي! وفي العاصمة دمشق تفاعل خبر مقتل العلامة السني محمد سعيد رمضان البوطي المؤيد للنظام السوري في اعتداء انتحاري أثناء إعطاء البوطي درسا دينيا في مسجد الإيمان في حي المزرعة شمال دمشق، ما شكل ضربة قوية للنظام. الرئيس السوري بشار الأسد دان اغتيال البوطي متوعدا قتلته بالقضاء على ظلاميتهم وتكفيرهم وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية السورية، وأسفر الانفجار عن وقوع 42 شهيدا من بينهم أيضا حفيد البوطي و84 جريحا. من جهته ندد رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب باغتيال البوطي ووصفه بأنه جريمة بكل المقاييس، مرجحا في الوقت نفسه وقوف النظام وراء الاعتداء. ميدانيا تتواصل الاشتباكات في المناطق السورية المختلفة، ففي ريف دمشق تعرض بعض الأحياء لقصف عنيف بقذائف الهاون وبالمدفعية الثقيلة والدبابات. وفي السويداء أعلنت الملازم أول أميرة أبو حصاص وهي زوجة خلدون زين الدين قائد كتائب السهل والجبل في السويداء ودرعا الذي قتل في شهر كانون الثاني المنصرم انشقاقها. من حلب وردت معلومات عن تحليق الطيران الحربي مستهدفا مواقع المقاتلين المعارضين. وفي استمرار المعارك في حمص أفاد الناشطون عن استهداف أحد مساجد العاصمة أثناء صلاة الجمعة. بعد الإعلان أرابنت 2013 في بيروت. وقبل متابعة الأخبار السياسية نتوقف مع الصفحة الاقتصادية والزميل موريس ماتا. القروض السكنية بتختلف حسب فترة القرض، مدخولك ومساحة الشقة. شوف أي قرض بيناسب حاجتك قبل ما تقرر. البنك عودي، قرض السكني بكل وضوح. مرحبا موريس. مرحبا ماجد. مرحبا موريس. شو الاخبار؟ من الصبح معجوقين بقبرص، يعني من ساعات صباح الاولى وكل الليل طبعا نحن بانتظار اي تطور. كل شو عم بيصير في تطور بملف القبرصي طبعا المشاهدين بيعرفوا انه ازمه قبرص في لها مخاوف تنتشر بكافه القاره الاوروبيه بحال ما توصل الداخل القبرصي والمسؤولين عن السياسه بقبرص ومجلس النواب الى ما هنالك لخطه بديله ربما لخطه الانقاذ اللي طرحتها وطرحها الاتحاد الاوروبي. نحن بانتظار تطورات ورا بعض. بتتلمس الارض مزبوط، بتلحق تروح وتجي. روح ونجي. يعني احنا متابعين بنشاط الاقتصاد طبعا هالملف من الاول لا حتى نهايته. تفضل مونس. شكرا. والبدايه لبنانيه حيث استضافت بيروت مؤتمر ارابنت 2013 بدورته الرابعه، وهو اكبر تجمع للصناعات الابداعيه العربيه الرقميه بالتعاون مع مصرف لبنان وبدعم من وزاره الاتصالات وشراكه بنك عوده والام تي في. لمحه عن ابرز محطات المؤتمر بتقرير للزميله جيسي تراد قسطن. بشكل أرابنت الملتقى الأهم للمهنيين ورجال الأعمال بالساحة الرقمية العربية،
وهو مشروع بيهدف إلى تنمية قطاعي الإنترنت والموبايل من خلال توفير منصة انطلاق للمشاريع الرقمية الناشئة. وجمع أرابنت ل 2013 أكثر من 80 متحدث و600 مشترك، كما سلط الضوء على أهم الإنجازات كالنمو الاستثنائي باشتراكات الجيل الثالث لل3 جي بلبنان، فعدد المستخدمين ارتفع من 280 ألف بال 2011 إلى أكثر من 1.3 مليون حاليا. كما ورح يشهد لبنان انطلاق الخدمة التجارية للجيل الرابع الفور جي بدءا من أيار المقبل، واللي رح تكون سرعته 5 أضعاف السرعة الحالية. الشركات الدولية اليوم أو الإقليمية إذا ما بتنقي لبنان بيكون همها الاستقرار، استقرار الأمن والسياسي مش البنى التحتية. البنى التحتية اللبنانية انتقلت نوعيا، صارت مقبولة، وبعد في شغل لترجع تقفز قفزة جديدة. نشتغل اليوم لنخفض الأسعار. بتعرف إنه مضينا مع أبروس اشترينا 25% من الكابل اللي بيوصل أبروس مع أوروبا، وفي وصلة من لبنان وأبروس. فاليوم صار عنا ساعات دولية قد ما بدنا، لازم بالعكس نزيد الاستعمال. فعم نفكر بإعادة النظر بسعر بتعرفة الدي اس ال والإيوان يعني اللي بيشتروا الشركة، وبتعرفة ال 3G. ومن أهم المبادرات الهادفة إلى جذب الأعمال والتكنولوجيا المحلية والعالمية هي إقامة منطقة خاصة رقمية ببيروت تحت اسم بيروت ديجيتال ديستريكت. لا شك بيروت ديجيتال ديستريكت واحدة من أهم الانيشيتيف يلي هلأ عم بتصير لتطوير الإيكو سيستم للأنتربرنور وللستارت أب، الشركات الناشئة. بيروت ديجيتال ديستريكت بروميسز يعني بتوعدنا أنه تكون موقع لتلاقي الشباب مع بعض البعض، التالنت هاي، بمكان أولا متوفر فيه كل التجهيزات بسعر أفوردبل، بسعر يقدروا يوفروه الشباب الصغار، وبنفس الوقت بيكونوا قراب من بعضهم البعض ليستفيدوا من خبراتهم ومن تواصلهم. مع تخطي عام 2008 الأجهزة المتصلة بالإنترنت، عدد سكان الأرض بيبرز القطاع الرقمي كالأداة الأحدث والأقوى بتنشيط الاقتصاد ومواجهة البطالة. جسي تراد قسطون، MTV. اليوم 22 أدار هو اليوم العالمي للمياه بلبنان، اللي تخطى عدد سكانه حوالي 4.8 مليون نسمة، واللي بيشهد نسبة نمو سكاني ب 2.7% سنويا. بكم يمكن تقدير الطلب فيه على المياه؟ وكيف يوزع الطلب؟ واقع حال المياه بلبنان، وكيف يجب حماية هالثروة اللي أصبحت اليوم من الأسباب العالمية لتشن من أجل الحروب؟ حول هالموضوع معنا مباشرة على الهاتف رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا والخبير المائي الدكتور بسام همدر. دكتور، شكرا لكونك معنا على الهواء. يعني اليوم هو اليوم العالمي للمياه بالعالم، كيف نوصف هيك بمقدمة سريعة واقع حال القطاع المائي اليوم أو الوضع المائي اليوم بلبنان؟ أول شيء أحييك وحي المشاهدين. المقدمة إن في لبنان في عنا 15 نهر. نعم. ثلاثة أنهار مشتركة مع سوريا، هي النهر البارد والحاسباني والنهر العاصي. عدد الينابيع بلبنان 1100 ينبوع. تقدر موارد لبنان المائية المتساقطة بتسعة مليار متر مكعب. نعم. نظرياً استاذ موريس، لبنان قصر المياه. نعم. عملياً وواقع على الأرض، 5 مليار متر مكعب يخسرها لبنان بواسطة ما يسمى التبخر والتعرق. نعم. بفضل عنا 4 مليار. 4 مليار بيتسرب منها 1.4 مليار متر مكعب لطبقات جوفية. بالمحصلة، حتى ما ضيع المشاهدين. نعم. بالمحصلة لبنان كل ثروة المائية السنوية 3 مليار متر مكعب. نعم. أما الاستعمال يعني قد ما فينا نقدر نختصر، دكتور تقدر نستفيد من كل معلومات. نعم. من حضرتك. نعم. تفضل. نعم. أما الاستعمال اليوم عندنا 2 مليار متر مكعب زراعة. نعم. مليار متر مكعب للأفراد، وعندنا 300 مليون متر مكعب للصناعة. يعني حاجة لبنان هلأ 3.3 مليار متر مكعب، بينما لبنان عنده بالسنة فقط 3 مليار متر مكعب. فعنده لبنان عجز كل سنة هلأ 300 مليون متر مكعب. وحضرتك تفضلت بالمقدمة وقلت هناك ازدياد سكاني في لبنان، ونسبة الازدياد السكاني سنويا بين 2.7% نعم.
تبدل بعوامل هذيك المناخ، ارتفاع درجات الحراره، كل هيدا. طب الحل اليوم المطلوب، الخطه اليوم العاجله والطارئه لازم تقوم فيها الحكومه للحفاظ على هالثروات، اليوم ما نوصل بيوم من الايام انه لبنان يصير مثل الدول العربيه بحاجه للمياه، شو المطلوب اليوم دكتور؟ استاذ مريد، اللي طاني نبع لبناني 100%، نعم. ولد في لبنان ويدفن في لبنان للأسف. بسنة من نعم. ضيع من اللي طاني، نحن 500 مليون متر مكعب تنزل على البحر. نعم. وين مشروع اللي طاني؟ نعم. مشروع اللي طاني اللي مضوب اللي لازم البلشوا فيه، مشروع اللي طاني بيجيب فايدة اقتصادية. نعم دكتور. على لبنان كله. نعم. وحدة. الشغل الثاني ترشيد استعمال نعم المياه بلبنان. نعم. يا استاذ مريد. نعم. ترشيد الاستهلاك، نحن نعم. ما في عندنا كلتشر لنحافظ على المي. نعم دكتور. دكتور يعني احنا لضيق الوقت، هذا موضوع مهم جدا كثير وطويل، رح نحن نتابع هذا الموضوع طبعا بتقارير لاحقه حول موضوع المياه بلبنان. انا بدي اتشكرك دكتور، وعلى امل تكون الوزاره ايضا رح تستمر بالمشاريع اللي قامت فيها للقيام بالسدود الموعوده والشعب اللبناني موعود فيها بالسنوات القليله المقبله. نحن خلينا نتابع اخبارنا الاقتصاديه، حيث ارتفعت موجودات البنوك الخليجيه نهايه عام 2012 ل 938.5 مليار دولار، بوقت ارتفعت ارباحها بنسبه 14.9%، وذلك حسب التقرير الصادر عن شركة جلوبل الكويتية للأبحاث. وأشار التقرير أن النمو الربحية بلغ أعلى معدلاته بالبنوك الإماراتية، حيث بلغ معدل نمو الأرباح 43.1%، وثالثة البنوك الكويتية بنسبة بلغت 25.4%، ثم السعودية ب 7.5%، والبنوك القطرية بمعدل نمو عند 2.1%. إلى الملف الأبرز طبعا عالميا، وهو الملف القبرص اليوم، حيث أعلن وزير مالية روسيا أن المحادثات مع قبرص انتهت دون تحقيق أي نجاح بسبب عدم اهتمام الشركات الروسية بعروض الاستثمار بقطاعي الطاقة والمصارف بقبرص مقابل مساعدة مالية للجزيرة. وغادر وزير المالية القبرصي ميخالي ساريس موسكو، اللي وصل الثلاثة سعيا للحصول على دعم من السلطات الروسية لإنقاذ الجزيرة اللي أصبح اقتصادها على شفير الانهيار. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية أنه بلاده بتجري مفاوضات شاقة مع الترويكا، الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي والمركز الأوروبي، لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة. اقترحت الحكومة القبرصية على البرلمان إنشاء صندوق للتضامن تودع فيه إيرادات من امتيازات استغلال حقول النفط والغاز وسندات وأصول أخرى لمساعدتها على جمع مليارات من اليوروات للحصول على خطة للإنقاذ. ومن جهة أخرى، أكد وزراء مالية منطقة اليورو أن المجموعة الأوروبية مستعدة لمناقشة مسودة مقترح جديد من قبرص، بتتوقع أنه تتلقيه قريبا جدا. بوقت أكدت المجموعة على أهمية توفير حمية كاملة للودائع المصرفية اللي بتقل عن 100,000 يورو بالاتحاد الأوروبي. عالميا، أفاد تقرير المعهد الوطني للإحصاء حديث بأنه الاقتصاد الفرنسي رح ينكمش بأول 6 أشهر من العام 2013 ليعود ويسجل بعض النمو بنصف الثاني من هالسنة بحدود 0.1%، بوقت رح تستمر نسبة البطالة بالارتفاع لتوصل خلال 2013 ل 11%، وهو أعلى مستوى يسجل من عام 1999. بوقت توقع على المعهد أنه يفقد الاقتصاد الفرنسي 74,000 وظيفة بين كانون الثاني 2013 وحزيران المقبل. نبقى بفرنسا، حيث وجهت النيابة العامة من مدينة بوردو الفرنسية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة استغلال الضعف بحق المليارديرة ليليان بوتونكور وريثة مجموعة لوريال العالمية لمستحضرات التجميل، الأمر اللي ممكن يقود أي عمل لساركوزي بالعودة للساحة السياسية مستقبلا. وبسعى القاضي لتحديد ما إذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بوتونكور البلغة من العمر 90 سنة، المرأة الأغنى بفرنسا، عندما طلب منها 150,000 يورو لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وعقوبة استغلال الضعف في السجن لمدة 3 سنوات مع غرامة بتوصل ل 375,000 يورو، كما وبتؤدي لفقدان المتهم الأهلية لمدة 5 سنوات كحد أقصى. أغلق مؤشر نيكي الياباني على تراجع طبعا بجولتنا عفوا على المؤشرات والأسواق العالمية طبعا بدين بورصة بيروت اليوم، اللي أنهت الجلسة على مزيد من التراجع باستمرار التوتر السياسي الداخلي والوضع الأمني أيضا المتوتر بالشمال اللبناني، مما بيدفع المستثمرين لعدم الدخول بالأسواق وشراء الأسهم، تراجعات بمعدل حوالي 0.5% تقريبا بين سوليدار أ وسوليدار بي مما ضغط على المؤشر. الأسواق الخارجية مقفل اليوم، ولكن بنظر على معدل أداء هالمؤشرات خلال الأسبوع بيكون المؤشر السعودي ارتفع بحوالي
حوالي 1% بدعم اساسي من قطاع البتروكيماويات خلال الاسبوع. اما مؤشر سوق دبي فعانى من عمليات جني ارباح خلال الاسبوع، طبعا هالعمليات اللي كانت نتجت عن ارتفاع المؤشر بشكل كبير ب او اول شهرين من هالسنه واللي تخطت مكاسبه 16%. الى جوله على المؤشرات الاسيويه، حيث اغلق مؤشر نيكا الياباني على تراجع مع تزايد المخاوف من انه تضطر قبرص للانسحاب من منطقه اليورو بعد ما كان امهلا مساء امبارح الاتحاد الاوروبي حتى التنين لجمع المليارات اللي بتحتاجها للحصول على حزمه الانقاذ. التراجع واضح على نيكا الياباني بحدود 2.5%. عوده المؤشرات الاوروبيه بعد من خسائرها من بعض الوقت بعد الاعلان عن اتفاق بين قبرص واليونان، والاتفاق بنص على بيع قبرص لليونان الوحدات اليونانيه التابعه للبنوك القبرصيه، وبتنهي طبعا هالامر بينهي حاله من عدم اليقين بشان مصير هالوحدات. وكانت ايضا المؤشرات الضغوط من تراجع معنويات الشركات بالمانيا بادار لتقطع موجة صعود دامت لأربعة أشهر. كرملك عم نشوف الاستقرار بشكل عام عاد على المؤشرات. طبعا احنا بانتظار أي توضيح وأي والاجتماع المنتظر البرلمان القبرصي بعد ظهر اليوم اللي كان أجل من مساء امبارح للبت بموضوع المقترحات وسبل معالجة الخطة البديلة المتوقع أن يعلن عنها بالساعات المقبلة الزعماء السياسيين بقبرص. إلى جولة على أداء المعادن، حيث أنصة الذهب عم تشهد بعد عمليات جني أرباح. طبعا الذهب بعد ما كان وصل لمستويات 1600 وحوالي 15 دولار بالجلسات الماضية عاد لسجل تراجعات بحوالي 0.5% بظل عملية جني الأرباح عالية. إلى جولة على أسواق، طبعا عم نشاهد أمامنا النفط اللي عم يسجل أيضا استقرار اليوم فوق 107 دولار تقريبا برنت الأوروبي، ولكن النفط بشكل عام ما زال بطريقه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بالوقت اللي بتتسابق فيه قبرص مع زمن لجمع الأموال اللازمة للحصول على خطة الإنقاذ الأوروبية. إلى جولة سريعة على أداء العملات، حيث اليورو كان عوض بعد من خسائره صباح اليوم وعاد لمستويات 1.2954. عم نشاهد أمامنا على الشاشة طبعا بعد الاتفاق اللي تم من بعض الوقت بين قبرص واليونان باستحواذ أثينا على الوحدات اليونانية للبنوك القبرصية بعد إيجابية بالملف القبرصي. طبعا الساعات المقبلة هي رح بتكون الفاصلة لمصير الاقتصاد القبرصي والقطاع المصرفي القبرصي اللي أصبح على شفير الانهيار. نحن منتابع هالأخبار معكم بالنشرات الاقتصادية المقبلة. نحن وصلنا نهاية الأخبار، المزيد بالنشرة المسائية منعود لكم. شكرا لك. أفاد مندوب الام تي في منذ قليل أن الجيش اللبناني ألقى القبض على محمد ورامي حمودة للاشتباه فيهما بإطلاق النار على عناصر الجيش. شارل تمنى فاستجيبت أمنيته وحلمه بلقاء ميسي سيصبح واقعا. تقرير جوال زيلي. لحظات فرح كبير عاشها شارل مكرزل ابن 15 عاما الذي يعاني مرضا مزمنا حين عرف أن حلمه الكبير بلقاء نجمه المفضل لاينيل ميسي سيتحقق أخيرا بفضل جهود جمعية تمنى ومجموعة لومول التجارية التي تعاونت مع السفارة الإسبانية لتحقيق هذه الغاية بعدما كان شارل أرسل طلبه إلى الجمعية. هنا في أحد مطاعم المركز التجاري حيث تمت دعوة شارل وعائلته لتناول الغداء، كانت المفاجأة السارة في أجواء احتفالية. رحلة لشارل وعائلته إلى برشلونة حيث سيلتقي ميسي بناء على دعوة نادي برشلونة الذي اتصلت بإدارته شخصيا السفيرة الإسبانية. حيعملوا له تور بالكامب، حيعطوه هدية، حيعطوه جيرزي ممضية من ميسي، وقبل الجيم حينزل على ملعب الفوتبول ويتصور هو وميسي وكل اللعيبة. لما نحن منحقق أمنية ولد منرفع له موراله، منساعده يحارب الأمراض يلي هو فيد فيها. شعور الفرح عاجزت والدة شارل عن وصفه. ما بعرف شو بدي أقولي، كان إحساس كتير عظيم، تمني عمره لتشارل إنه يشوفه لميسي. حلم شارل سيتحقق أخيرا، وحين سألناه عما يريد قوله لميسي أجاب. وفي خاص الام تي في، طبيب أطفال يعاين مرضاه ويتواصل مع مجتمعه بواسطة عينيه بعدما أقعده المرض. بدنا نعم جديد والتفاصيل. للتواصل مع دكتور جميل صغيب كان لابد من استعمال طريقة واحدة وهي الفيسبوك أو بالأحرى التشاتينج، لكن لماذا نسلط الضوء اليوم على دكتور جميل صغيب؟ من هو؟ ولماذا هو محور هذا التقرير؟ تابعونا.
جميل زغيب هو الطبيب أطفال ولا يزال، وأقول لا يزال لأنه رغم المرض الذي أصابه لم ينقطع عن مرضاه ويتواصل معهم عبر صفحته المخصصة للمعاينات على فيسبوك، وهنا المعاينة مجانية يمازحنا. مرض تصلب الجانب الضموري SLA يصيب حالة من أصل 100,000 وقع ضحيتها الطبيب الدكتور جميل. هذا المرض الذي يصيب كل عضلات الجسم لم يؤثر على حواسه الخمس، فرغم ابتعاده عن عيادته منذ سنتين وجد طريقة للتواصل مع مرضاه وأصحابه، فيطبع بعيونه على كمبيوتر خاص به ما يريد قوله. وآخر أعماله التي تشبه المعجزة محاضرة لافتة أقامها في مستشفى سان جورج في عجلتون، ولكن من فراشه. I bless you all and I love you all. I am glad to be with you again. الأمر ليس بالسهل مطلقا، فحالات قليلة كزغيب لم تتمكن من التواصل بعيونها عبر هذا الكمبيوتر، إلا أن إرادة الحياة عنده وإيمانه القوي غلبا المرض وأبقياه طبيبا مرجعا لمرضاه. ضحكته لم تغادر وجهه، ونكاته التي يطلقها من عيونه وقلبه لم تفارق جلستنا. سألناه ما الذي يجعله قويا ومتغلبا على مرضه، فطبع إجابته وحاكانا. آمنت أولا بأن الله ليس قاسيا وأنه يحبني على طريقته، فبدأت أبحث عن القدرات التي أستعملها. لدي عقلي، قلبي وعيني، ومن خلالهم أنجزت الكثير وأشعر أنني منتج وذو قيمة، وأنسى بالتالي أجزاء جسدي التي لا تعمل. أحب جميع المرضى الذين أعاينهم وأحب العطاء، لذا كان من الجيد جدا أن أكمل التواصل معهم. Indeed, I wrote two books. ألفت كتابين بعيني وكتبت سيرتي الذاتية باللغتين الإنجليزية والعربية، لكنني توقفت عن كتابة رواية جديدة لأنني أحضر لمؤتمرات طبية على موقع سكايب، وأتواصل مع كلية الطب في جامعة روح القدس الكاثوليك لتقديم مؤتمرات طبية للطلاب. رفيقة دربه هلا لا تبارحه، وما يفترض أن يكون معاناة عندهم تحول إلى ميزة، فجميل بقربها دوما 24/24. مثل ما شفته اليوم يعني قدر يحقق اللي هو دايما بيطمح لإله، إنه ما يوقف المرض، ما يخليه يوقف بمحل معين، عطول عنده شيء جديد. هالشي بقوينا لكلنا، لإله ولعائلته كلها وللولاد. بعدنا عايشين حياتنا عادي، وبعد أحسن عايشينها هلأ أحسن، عنده وقت إنه نقضي وقت سوا مع بعض. هل هي إرادة الحياة أم هو إيمان قوي لدى هذه العائلة؟ هو بكل بساطة دكتور جميل زغيب الذي يجمع الميزتين معا ليكتب بعيون الألم حكاية أمل استثنائية. بعد الإعلان، البابا لتكثيف الحوار مع المسلمين. أهلا بكم من جديد، تذكير بالعناوين. استشهاد عنصر من الجيش اللبناني جراء عمليات القنص بين جبل محسن والتبيني، وتوتر شديد في المنطقة. بعد إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، هيئة التنسيق النقابية توصي بتعليق الإضراب المفتوح، وتعقد جمعيات عمومية لمناقشة الخطوات المقبلة. مجلس الوزراء يبحث عصر اليوم في هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. لقاء بين الرئيس سليمان والبطريرك الراعي قبيل اجتماع القادة الموارنة في بكركي. حزب الله رداً على أوباما شريك كامل في جرائم إسرائيل، ويتحدث كموظف لديها لا كرئيس دولة مستقلة. الأسد يتوعد قتلة العلامة البوطي بالقضاء على ظلميتهم وتكفيرهم حتى تطهير البلاد منهم. والآن إلى عماد والصفحة الرياضية. مرحبا عماد. هاي شانتال، يعطيك العافية. هاي ماجد، كيف في شي لقاء مع ميسي عندك بالأخبار؟ إن شاء الله قريبا. ليش لا؟ شو حملنا أخبار؟ عنا صفحة كبيرة كلها بالفوتبول، في عنا من مباريات ودية للتحضيرات لتصفيات كأس العالم، لخبر محلي عن منتخب لبنان تحت الـ 14 سنة. تفضل عماد.
البداية رح تكون مع المباراة الودية اللي جمعت منتخبي البرازيل وإيطاليا بجنيف يلي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. منتخب إيطاليا عم يتحضر لتصفيات كأس العالم 2014 حيث رح يلعب نهار الثلاثة ضد منتخب مالطا. مدرب المنتخب الإيطالي تشيزاري براندلي تحدث عن سعادته بالقوة الهجومية يلي قدر حققها فريقه بعد ما كان خسران 2-0 ليعود ويحقق التعادل 2-2. وكان لبعض اللاعبين حديث بعد المباراة حيث أعرب مهاجم البرازيل الشاب نيمار عن سعادته بتسجيله الهدف الأول وبصنع الهدف الثاني. أما المدافع مارتشيلو فقال إنه فريق إيطاليا فريق قوي بيملك مهاجمين من الطراز القوي أمثال الشعراوي وبلوتيلي، وقال إنه المباراة كانت رائعة وكفوءة للطرفين. ومن الجانب الإيطالي وصف الحارس جان لويجي بوفون النتيجة بغير العادلة لأن ما عكست الأداء الحقيقي للفريق الإيطالي، كما وهنأ المهاجم الإيطالي بالوتيلي بتسجيل هدف التعادل. أيضا بالفوتبول عدة مباريات رح تنلعب الليل المساء استعدادا لتصفيات كأس العالم 2014، ومن أبرزها بتواجه إسبانيا بطلة العالم وأوروبا منتخب فنلندا. رح تستأنف حملة اللعب إسبانيا جهودة للتأهل لبطولة كأس العالم عند استضافتها الليلة بمدينة خيخون منتخب فنلندا، وما في شك بأنه المنتخب الإسباني رح يسعى للظفر بالنقاط الثلاثة بلقائه ضد متزيل المجموعة التاسعة، مما رح يوضعه بمركز قوي قبل الحلول ضيف ب 26 من هذا الشهر ضد صاحب المركز الثاني المنتخب الفرنسي، وما رح يشارك بالمباراة عدد كبير من النجوم بسبب الإصابة أمثال تشافي هرنانديز، إيكار كاسياس، كارلوس بويول وفرناندو توريس. ورح يعود مهاجم إسبانيا ديفيد فيا لمسقط رأسه حيث بدأ مشواره الرياضي مع فريق سبورتينغ خيخون. فيا تحدث عن مدرب المنتخب الإسباني يلي وصفه بالرأس المدبر للفريق. أما المدرب فينشانتي ديل بوسكي فهو رح يسجل رقم قياسي جديد حين رح يخوض مباراته 99 مع المنتخب الإسباني، مما بيجعله صاحب أطول فترة على رأس إدارة منتخب وطني. المدرب يلي عم بحس لاعبينه على عدم الاستهتار بالمباراة حقق 57 فوز 5 تعادلات و6 هزائم فقط من وقت تولي المنصب. بالفوتبول أيضا شارك نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي بمناسبة أقامتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالعاصمة الأرجنتينية ببوينوس أيرس. الفعالية جرت بمعسكر الفريق الأرجنتيني يلي عم يستعد لاستضافة نظيره منتخب فنزويلا ضمن منافسات التأهل لكأس العالم. ميسي وضع ضمادة على ساقه تخفي وشم جديد كان وضعه وهو عبارة عن إيدتين مع اسم ابنه تياغو بالوسط، إشارة إلى أنه منتخب الأرجنتين بيتصدد الترتيب العام برصيد 20 نقطة من 9 مباريات وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب الإكوادور وبفارق 4 نقاط عن منتخب كولومبيا، حيث بيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للنهائيات بالبرازيل من مجموع 9 منتخبات. محليا بالفوتبول عاد المنتخب اللبناني للفوتبول تحت ال 14 سنة للبنان بعد مشاركته بتصفيات بطولة غرب آسيا. الآن مع النشيد الوطني لجمهورية لبنان. التحضير لفريق قوي قادر ينافس عالميا بعد 5 أو 6 سنين، هيدا هو الشعار يلي أطلقه مسؤول المنتخب الكابتن ناصر بختي ومدرب فريق منتخب لبنان تحت ال 14 سنة الكابتن سعد بلهوان بعد عودة المنتخب من تصفيات بطولة غرب آسيا تحت ال 14 سنة ويلي أقيمت بمسقط عاصمة عمان. المنتخب اللبناني كان حقق نتائج متواضعة بالبطولة، إنما الهدف الكبير كان الرؤية المستقبلية للفريق يلي رح يقام على التركيز عليه وتمرينه بحيث بيملك لاعبين كفؤين إلهم مستقبل من أجل الوصول بعد فترة لمنتخب قوي قادر ينافس على الصعيد العالمي. عدة منتخبات قوية كانت عم بتشارك مثل سوريا، البحرين، الإمارات وعمان، ولكن المباراة الأصعب كانت أمام منتخب العراق يلي كان فاز على جميع الفرق بأربع أهداف أو أكثر. أما أمام لبنان فواجه صعوبة كبيرة باختراق الدفاع الصلب. المنتخب اللبناني بيتميز أيضا بهجوم قوي حيث قدر يسجل عدة أهداف عن طريق الثنائي المميز أنطوان أبي هيلة وحسين عواضة. المدرب كان أشرك جميع اللاعبين بالمباريات بدون أي استثناء، وهو كان هدفه إعطاء الفرصة للجميع ليثبتوا نفسهم، وما اكتفى فقط بجهود ال 11 لاعب الأساسي مثل ما فعلت معظم الفرق المشاركة. فلبنان كان عنده نظرة أخرى للموضوع، نظرة مستقبلية بالطبع رح تعطي ثمارة بالمستقبل، حيث ننتظر من هالشباب يمثلوا لبنان بين أفضل الفرق العالمية. مشاهدينا مع هالخبر مننهي صفحتنا الرياضية. هذا كان كل شيء. يعني عماد والد أحد أبطال المستقبل. هي بافتخار. إن شاء الله بالفعل فريق كتير كتير حلو يعني. إن شاء الله شهدتك مزروحة. شكرا عماد. شكرا لكم. في بورما فرضت حال الطوارئ وسط البلاد حيث قتل 20 شخصا في أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين،
وقد حولت أعمال العنف أجزاء من مدينة شمال العاصمة رمادا، في حين تجهد السلطات إلى فرض سيطرتها بعد 3 أيام من المواجهات والحرائق. أكد البابا فرانسيس أنه يرغب في تكثيف الحوار مع المسلمين وغير المؤمنين وبناء جسور معهم، وذلك في أول خطاب يلقيه أمام ممثلي 180 بلدا معتمدين لدى الفاتيكان. دارت معارك بين جيش أفريقيا الوسطى ومتمردي تحالف سيكيلا في مدينة كبيرة شرق البلاد، وأكد مصدر عسكري أن حركة التمرد تشن حاليا هجوما كبيرا، ومن الصعب معرفة ما يجري تحديدا لأن الاتصالات الهاتفية مقطوعة. نشرت كوريا الشمالية تسجيل فيديو جديد على الإنترنت يظهر جنودها وهم يحتلون عاصمة كوريا الجنوبية سيول ويحتجزون آلاف الأمريكيين المتمركزين فيها رهائن. ونشر الشريط الذي يحمل عنوان حرب قصيرة من 3 أيام على الموقع الرسمي للنظام الشيوعي. بعد الإعلان، زواج جماعي لمثلي الجنس في البرازيل. ونستهل القسم الأخير من النشرة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة ألين برومانا أبي هيلة. مرحبا. كتل هواء حارة محملة بالغبرة رح تسيطر على طقسنا اليوم لحد بعد الظهر، بيرجع من بعدها بيتأثر لبنان بمنخفض جوي حامل معه هواء بارد بيغير الأجواء كليا، وبيحمل معه أمطار متفرقة وحرارة منخفضة بيكفوا معنا لنهار السبت. اتجاه رياح جنوبي شرقي لجنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 29 و30 درجة، على الجبال بين 15 درجة وال25، أما بالداخل فبتسجل الحرارة 24 درجة. رطوبة بترتفع خلال النهار على الساحل، الهواء قوي بتوصل سرعته لل 100 كيلومتر بالساعة بشكل خاص على المرتفعات، البحر مائج والجو غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وغبرة بالجو، بيرجع من بعدها بيتحول بعد الظهر إلى غائم وممطر. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض مناطق وديعة لبنانية لنشوف كيف طقسها، ومننطلق من مشتى حسن مع 24 درجة، بشالة 19 درجة، عشقوط 21، حملية 21 درجة، بسيبة 28 درجة، جزين 25 درجة، 24 درجة ببنت جبال وبدير ميماس، 25 درجة بالمنصورة، طقسنا غائم بكافة المناطق وبيتحول إلى ممطر بعد الظهر القاع 24 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام الجايين. اليوم الجمعة بتسجل حرارة 30 درجة بنهار وطقسنا غائم بيتحول إلى ممطر نهار السبت مع 20 درجة، نهار الأحد طقسنا غائم و 21 درجة، التنين بيتحول إلى مشمس وصافي مع 22 درجة. وقبل ما نختم نشرتنا، وقفة مع صور وصلونا منكم على يوريبورت الموجودة على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم وصلونا من منطقة المنية، الأولى من رنين العرجة، أما الصورة الثانية فهي من مصطفى حوط. كفوا بعتولنا صوركم وين ما كنتوا موجودين حتى نعرضها بنشرتنا، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلا 8. والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. عم تستضيف طوكيو معرضها الشهير يلي بيجمع 223 شركة مختصة بالرسوم المتحركة ليعرضوا أعمالهم وآخر ابتكاراتهم، حيث عم نشاهد سيارات ومجسمات مميزة إضافة لتياب مطبوع عليها أشهر أبطال الكرتون. هالمعرض من المتوقع أنه يجذب 100,000 زائر وهو بيستمر 4 أيام. نشر البيت الأبيض هالفيديو للكلب بو يلي بدأ تمارينه تحضيرا للعبة البحث عن 4 بيضات بألوان مختلفة بترمز لعيد الفصح وبتحمل توقيع الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل، وهالحدث أصبح تقليد سنوي مستمر من 135 سنة.
أجواء مميزة وسحر عم تنقل الكولومبيين إلى عالم من السحر والجمال، فقد وصل سيرك دو سولي أخيراً إلى بوغوتا بعد ما جال على 68 مدينة بالعالم وأبهر كل مشاهدي بألعاب ومشاهد تحبس الأنفاس، أبطاله 170 شخص من 26 بلد مهمتهم نقل المشاهدين لمغامرة من نوع آخر. بالبرازيل وتحديداً بساو باولو عم يحتفل 16 ثنائي بزواجهم ضمن عرس جماعي مميز كل شي فيه تقليدي وطبيعي ما عدا العرسين يلي هن من مثليي الجنس ويلي خرقوا كل الأعراف وحلفوا على الحب الأبدي. الكل كانوا فرحين، قالوا عهودهم وتبادلوا الخواتم والقبولات. نشرة بيروت اليوم انتهت. نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار دائما عبر صفحاتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. القسم الثاني حوار يجريه الزميل فادي الشهوان مع المرشح لرئاسة الرابطة المارونية نقيب المحامين سابقا الأستاذ أنطوان قليموس. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.